ولادنا بيحبوا البيتزا، والبيتزا حاجة إيطالية دخلت حياتنا كده من غير ما تخبط على الباب. إزاي تعملي صلصة البيتزا في البيت؟ صلصة البيتزا في البيت سهلة وسريعة، مش محتاجة غير 4-5 مكونات على بعض. تعالوا نشوف نعملها إزاي. أول حاجة هنحتاجها في البيتزا هي زيت زيتون من النوعية الممتازة جدا. حاولي إنك تختاري البكر، دول الجودة العالية اللي معصورة على البائد. هنحتاج كمان طماطم تكون متقشرة ومنزوعة البذر ومتقطعة مكعبات، وهنحطها تستوي مع الزيت. هحتاج كمان صلصة طماطم حمراء عشان تديني اللون، مقدار معلقتين كبار على كل حبيتين طماطم أو 3 بالكتير، وهنقلب الكل مع بعض. مفروض ان احنا نسيب صلصة البيتزا على النار من 10-15 دقيقة لحد ما مكعبات الطماطم تذوب خالص، وبكده ممكن تكوني عملتي صلصة بيتزا شهية لذيذة سريعة وخفيفة.